احنا اليوم نتواجد في اطار لابراز الخطه الامنيه اللي غتنهجها ولايه امن الرباط بناء على تعليمات ديال السيد المدير العام للامن الوطني وكذلك توجيهات ديال السيد والي امن الرباط. الخطه راه هذا عينه من الترتيبات ومن التشكيلات الامنيه اللي غتشوفوها في الشارع العام وفي مختلف المحاور ديال المدينه، هذه كعينه. ومن بعد راه يتم الانتشار ابتداء من الساعه 17 باش ياخذوا ديجا كاين ان بريزونس بوليسيير او نيفو ديال لا فيل ككل، ولكن هادو غادي يدعموا باش يخرجوا مع الخمسه في اطار الاحتفالات ديال تامين السنه الميلاديه الجديده ان شاء الله. التشكيله الامنيه مركبه من شرطه المرور بالاساس، لان هذه الليله تعرف واحد الحركيه وجولان ديال السير كثير لتفادي وقوع حوادث او ما شابه ذلك. كذلك غيكونوا تواجد ديال النجدات اللي غيديروا جولان في مختلف الاحياء ولي كارتي ريزيدونسييل وكذلك المحاور المهمه ديال المدينه. كذلك غتكون دراجيين، سدود قضائيه في مداخل المدينه وسدود اداريه من اجل باش المواطن او الرباطي او السائح او الزائر لمدينه الرباط هذه الليله يحس بواحد التواجد امني ويطمئن على النفس ديالو وعلى الامتعه ديالو والحياه ديالو. وشكرا. احنا اليوم في اطار الاحتفالات بحلول السنه الميلاديه الجديده 2023، بهذه المناسبه هذه المدير العام للامن الوطني سخرت مجموعه من الوسائل الماديه والبشريه لانجاح هذه الحلول ديال السنه الجديده ولانجاح الاحتفالات اللي غتقام مدينه الرباط. كيف ما شفتوا في الاستعراض ديال القوات المشاركه، جميع الموحدات التابعه للمدير العام الوطني ممتله، جميع التشكيلات وانواع ديالها، الفرق ديال التدخل الخاصه، القوات العموميه، العناصر ديال فرقه المرور، التغطيه كتشمل العناصر ديال المرور اللي غيسهلوا يشيروا جولان ديال السيارات، مجموعه من السدود الاداريه اللي غدير المراقبات، والفرق الخاصه اللي عندها مهام حسب التوصيات ولي كونسين اللي عندهم هما خاصين بالطبيعه ديال التشكيلات ديال المجموعه اللي كينتموا لها. في هذا الاطار هذا اللحظات غتكون انطلاقه ديال العناصر المشتركه في هذا العمل التنظيمي اتجاه قضيه التعيين من اجل التامين ومن اجل باش تمر هذه الاحتفالات ديال حدوث السنه الجديده ان شاء الله في احسن الاحوال.